من الجزائر عهد نمد خطا ليس جويا وانما فنيا الى بيروت. وجهتنا بيروت حيث الموعد مع معرض جماعي بصاله جنين اربيز ضم اعمالا لسبعه فنانين شباب مختلفين في اساليبهم الفنيه. المعرض جاء تحت اسم الصدع اللبناني حيث الوقت معلق، حيث يحمل معاني عديدة نتعرف عليها مع الفنانة كريستين كيتاني أحدى المشاركات في هذا المعرض. مرحبا بك معنا مباشرة من بيروت. بداية لو تعطينا فكرة عن حجم المعرض الجماعي الصدع اللبناني حيث الوقت معلق، وما الجديد فنيا الذي قدمتموه؟ نعم، نحن الفنانين السبعة قررنا بين بعض أنه نجتمع بهيدا المعرض، وشكر خاص لأدليتا ستيفان يلي اهتمت بتنظيم والتنسيق بين المشاركين وغاليري جانين إرباز. وقررنا بهيدا المعرض نطرح سؤال، شو هو نوع العمل اللي بيقدر يطلع من الفنان لما بيكون عم بيعيش هيك ظروف صعبة وغريبة، وهل قادر يعمل شيء لما حاسس حاله عم يقع بحفرة ما إلها نهاية، ولما الحياة مثل ما بيعرفها صارت شبه معلقة. وسمينا هذا المعرض في الصدع حيث الوقت معلق، وجمعنا فيها جميع أنواع وأشكال الفنون من لوحات زيتية لصور لأنيميشنز فيلم انستوليشنز. أما أنا فقدمت اثنين أنيميشنز عالجت فيهم موضوع البيت، هيدا الموضوع يلي كنا كثير عم نتساءل عنه بهالسنين الثلاثة يلي قطعوا، لأنه بالحقيقة البيت هو أكثر من مقر مادي، هو مقر معنوي لأحلامنا ولذكرياتنا. فعندما هيدا المقر بيتهدد بنحس حالنا على الأنين، عايشين حالة خوف وقلق. وأنا بقترح بهيدا العمل أنه بركي الحل للخروج من هيدا الأزمة هو النسيان، نسيان اللغة، لأنه إذا قدرنا نتخطى حدود المعنى اللغوي بركي منوصل لمعنى أوسع، وهيك منفتح للتغيير. فاقترحت نبلش بالنسيان أول حرف من كلمة بيت يلي هو الباء، أو بالإنجليزية الإتش يلي هو أول حرف من كلمة هوم. واخذ وتساءلت شو هن التحولات اللي بقدر اطبقهم على الحرف تما اقشع حرف الباء بالباء وحرف الاتش بالاتش، واخذ العمل شكل اثنين انيميشنز، واحد للاتش وواحد للباء. وهو طبعا عمل مميز يسترعي الاهتمام في هذا المعرض. أيضا المميز الذي اكتسى صبغة خاصة، الأكيد أنه شكل نقطة التقاء لكل هؤلاء الفنانين الذين اختلفت مشاربهم الفنية. لكن سؤالي كريستين، ما هو المشترك بين هؤلاء الفنانين على المستوى الفني؟ طبعا نعم، نحن الفنانين السبعة بنعرف أشغال بعض، وسبق وشاركنا بمعارض سابقة سوا. والشيء اللي يعني بيجمعنا صراحة هو الوضع الاستثنائي اللي عم نعيشه كلبنانيين، وكمان كان في حسينا اهتمام مشترك بأعمالنا الحالية وهو معالجة اللغة بالأعمال. مثلا أدليتا ستيفان عبت حيط بكامله بخطه عم بتردد جملة كان يعلم، ألان فاسويان عمل كليب انستوليشنز حاملين كلمات بيلعبوا على الهواء، مثلا كلمة ثورة بتصير ثروة. وأنا كمان مثل ما قلت نعم، كنت كمان عم بلعب بحدود الحرف. وأنتم فنانين ناشئين وبدأتم بموضوع حساس لدى اللبنانيين، أليست مغامرة ربما من ألا تصلوا إلى نقطة الإقناع؟ نحن صراحة فنانين معاصرين، بس بتصور أنه قطعنا مرحلة الناشئين، صار عنا سنين خبرة بالفن. و شو هو السؤال اللي عم تسأليه؟ الموضوع الذي اقترحتموه في هذا المعرض. بطبيعة نعم. الفنان نعم تفضل. إيه، بطبيعة الفنان بيتفاعل بالبيئة يلي عايش فيها ومن خلال أعماله، وهيدي الأعمال عادة تحمل أسئلة مش أجوبة. فإذا ناشئين أو بالغين، نحن ما هدفنا نقنع حدا بشيء، بل بالعكس هو نعزم الناس أنه نفكر سوا بهالأسئلة.
الفنانة كريستين كتانة تقولين بأنه الفنان يتفاعل مع البيئة اللي عايش فيها. سؤالي، كيف يتفاعل النقاد مع أعمالكم؟ كيف وجدتم تفاعل وردود؟ كان الإقبال حلو للمعرض ومشجع، وكان في وجود للصحافة، بس التفاعل ما بتصور إجا كتير كنقد، بس إجا أكتر كوصف وتقدير للأعمال المعروضة. وبتصور يعني المعرض كان يعني مصدر وحي للكتاب والصحفيين. ورغم أن المعرض يعالج موضوعا واقعيا، إلا أن الأسلوب كان تجريديا. إلى أي حد خدم الموضوع الأسلوب أو العكس؟ صح، مزبوط. معظم الأعمال اللي كانت معروضة كانت عم بتعالج المواضيع الواقع لبنان بطريقة غير مباشرة، وأنا برأيي هيدي نقطة قوة، لأنه الفنان دوره منه صحافي، يعني ما دوره أنه يجيب الواقع مثل ما هو يوصله للجمهور. الفنان دوره أعمق، بياخد الواقع بيفكر فيه بيعالجه طيطلع بلوحات جديدة، وهيك والاسلوب التجريدي اصلا بياثر بطريقه اوسع، لانه الاعمال هيك بتحمل انه نفسرها ونترجمها على افكار متعدده. الفنانه التشكيليه كريستين كتاني، كل التوفيق لك، شكرا جزيلا على تلبيه دعوه ضفاف. كنت معنا مباشره من بيروت، شكرا لك.